مساء الخير واهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم مش بالكلام. حلقتنا النهارده فيها اخبار وفعاليات وحوارات اقتصاديه هنبداها معاكم من اعاده فتح السوق السعودي امام العماله المصريه خلال ايام. هنروح بعدها لتوقعات وامال التجار والمنتجين لموسم حلوى المولد النبوي. كمان هيكون معانا دلالات التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الايام اللي فاتت. وهنختم حلقتنا النهارده بحوار من القطاعين المصرفي والصناعي مع ضيفينا اللي مشرفينا النهارده في الاستوديو، الاستاذ ايمن جمجوم رئيس قطاع التجزئه والفروع بالبنك الاهلي المصري، والمهندس احمد زيات عضو لجنه الصناعه بجمعيه رجال الاعمال المصريين، والحديث عن مبادره ال 200 مليار جنيه التابعه للبنك المركزي. المملكة العربية السعودية عودة طلب العمالة المصرية اللي من المتوقع انضمامها لسوق العمل السعودي خلال أيام. شركات إلحاق العمالة استأنفت نشاطها مرة تانية بعد فترة ركود نتيجة فيروس كورونا، مع تخفيف المملكة لإجراءات الحظر على انتقال الأفراد بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية استئناف رحلات العمرة مرة تانية. تفاصيل أكتر هنعرفها من الأستاذ عبد الرحيم المرسي نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، واللي معانا دلوقتي على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. بداية كده، إعادة فتح السوق السعودي للعمالة المصرية، حضرتك شايف من المتوقع أن يعود العمال المصريين مرة تانية للعمل، وهل في شروط جديدة في ظل أزمة وفيروس كورونا، وكمان التخصصات المطلوبة في التوقيتات الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع أن طبعا توقفنا فترة طويلة جدا، شركات التوظيف المصرية توقفت أكثر من 6 شهور أو 7 شهور عن العمل نظرا لجائحة كورونا. المملكة العربية السعودية بدأت من حوالي أسبوع الآن أو 10 أيام بالكثير خالص استقبال طلبات التوظيف الخارجية. إزاي؟ بدأت بالناس اللي كانت حصلت على تأشيرة ولم تسافر، يعني منعتها الإنسان خد تأشيرة على جوازه ولكن ما سافرش نظرا لجائحة كورونا منعت الطيران وكده. فده بدأنا نصحح هذا الأمر وبدأنا بيه لأنه هو له الأولوية. راجل منتظر من حوالي أكثر اللي هم عندهم وظائف فعلية في المملكة السعودية، خلاص اللي خد تأشيرة ومسافر خلاص حصل على التأشيرة ولكن التأشيرة انتهت هو داخل مصر نظرا لجائحة كورونا وعدم السفر. فبدأنا نصحح الوضع بتاعه، طلبت القنصلية السعودية تصحيح أوضاعها هؤلاء الناس. النقطة الثانية قبليهم مباشرة، طيب تصحيح أوضاع وتعويضهم ولا مفيش أي كلام عن التعويضات؟ ما هو في الآخر هو بيحمل شهادة إنه عنده وظيفة وبناء عليها هو معاه زي شبه عقد عمل لكن لا يتقاضى مرتب. أي إنسان لم يسافر ولم يستلم عمله بيبقى إلى الآن لسه ما اشتغلش، ليس من حقه تعويض، يعني ما ملوش تعويض. لا لا لا، ما فيش تعويضات أصلا، لا القانون المصري ولا القانون السعودي ولا أي قانون في العالم بيمنح هذا الأمر لأنه لسه لم يلتحق بالعمل. تمام. بالنسبة لدولي خلاص احنا بنصحح تعويضهم بقالنا فترة الحمد لله، نسبة كبيرة جدا منهم انتهت. قبلهم كانت الناس اللي في أجازات ولم تستطيع العودة مرة أخرى، دول برضه طلبت المملكة العودة. اخذتها المملكه العربيه السعوديه تدريجيا نظرا لكثافه الاقبال والناس اللي كانت موجوده. تمام. بدانا في تنفيذ تاشيرات العمل الجديده من حوالي اكثر من اسبوع، بدانا في ان احنا نستقطب الناس اللي لها فرص عمل جاهزه ولم تستطع استكمال اجراءاتها نظرا لجائحه كورونا. بدانا خلاص يعملوا كشف الطبي بتاعهم، بدانا يعملوا اجراءات. ايه الشروط الجديده؟ ما فيش اي شروط جديده عن السابق الا ان المملكه اشترطت فقط الحصول على كشف بي سي ار او عمل تحليل بي سي ار لخلوه من فيروس كورونا. دي الحاجه الجديده خالص نهايه في الامر اللي حصل. التحليل ده بيتم في مصر وبيحصل على الشهاده من مصر ولا بيجري مره تانية في السعوديه؟ لا لا، هو بيحصل من المعامل المركزيه المصريه على شهاده بخلوه من فيروس كورونا وتحليل بي سي ار على مسؤوليه المعامل المركزيه المصريه، فده معتمد لدى. طيب هل في وظائف جديده تم الاعلان عنها؟ طبعا. بدانا خلاص في كان كالتالي برضه العمليه ماشيه تدريجيا. كان في ناس لها وظائف بالفعل وبدات الاجراءات او المفروض انها تبدا الاجراءات قبل كورونا
ولكن لم تنتهي هذا الامر نظرا لجائحه كورونا. بدانا نعيد ثاني هذا الامر ونستقطب الناس من جديد ونتكلم معاهم، تعالوا خلاص الموضوع اتفتح. ودول اللي احنا شغالين عليهم حاليا اللي انهم يعملوا كشف طبي ويبداوا مرحله. هل في تخصصات معينه ووظائف معينه بتطلبها المملكه السعوديه حاليا؟ المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا كانت بتطلب الأطباء والأقوم الطبي، حاليا كل المهن متاحة إنها تسافر. إيه اللي عليه طلب زيادة؟ معظم الطلبات الجديدة هتلاقيها مهندسين، هتلاقيها فنيين خاصين بتشغيل الصيانة. طيب. لأن معظم مشاريع تشغيل الصيانة لا تتوقف، وكان في عجز لأن كان في ناس نزلت ونهائي وما عرفتش راجعة ثاني. طيب أخيرا أستاذ عبد الرحيم، ايه النصيحه اللي حضرتك تنصحها للراغبين في السفر للسعوديه او للراغبين في الحصول على وظيفه في السعوديه حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب؟ وحضرتك فاهم طبعا. يعني انا بطالب اي انسان له رغبه للعمل في الخارج يتبع الخطوات التاليه. اول شيء يحدد مهنه يشتغل فيها، يعني واحد عايز يسافر لابد يكون معاه مهنه. يتوجه الى شركات التوظيف او شركات الحاق العماله المرخصة من وزارة القوى العاملة أو من الدولة المصرية، ودي عايز يعرفها ويتأكد منها من وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة لها في جميع أنحاء مصر أو الغرفة التجارية عندنا في شعبة التوظيف. يعني لازم منك لازم الحصول على الوظيفة يكون من خلال كيان رسمي معتمد، سواء الغرفة التجارية أو شركات العمالة الخارجية المرخصة. شكرا أستاذ عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة العمالة الخارجية باتحاد الغرف التجارية. بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات.